بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. حبايبي أهلا وسهلا بيكم، طلباتكم أوامر. فيديو جديد، سلوبيت، هو جميل جدا، سواء ممكن تعمليه شتوي صيفي بموديلات مختلفة. اعرفي القاعدة بتاعته المظبوطة ايه واشتغلي عليها. طيب احنا الموديل اللي هنعمله ده لسن جرسونية اللي هو المحير 16 سنة. 16 سنة احنا بنعتبر ده بداية المقاسات الكبار، لان المقاسات اللي معايا ديت مقاسات كبيرة، يعني اللي هي اول مقاس في الحريمي. طيب ازاي انت بتعمليه؟ هو عبارة عن بصي الجيب بتاعه او البنطلون، جيب بنطلون واخده بالك، والكورساج بصفرة عليها كشكشة مرد من الجنب فيه زرارين عشان سهل اللبس، وحمالات وجيبين من الجنب. طيب واسورة في رجل البنطلون. طب يا حبايبي كل ده بيتعمل ازاي؟ سهل بسيط مفهوش اي مشكلة. طيب نسمي لو نبتدي حبايبي، ما تنسوناش في اللايكات التعليقات الجميلة، ما نحرمش منكم. واي استفسارات ان شاء الله انا برد عليكم على طول. وحبايبنا اللي ما اشتركوش معنا في القناة، اهلا وسهلا بكم، مشرفنا اشتراككم طبعا. وباذن الله حبايبي اللي طالبين باترونات ان شاء الله هكملها، وما تزعلوش لو بتاخر شويه لظروف، فربنا ييسر الامر واعمل لكم كل الباترونات اللي انتوا عايزينها. طيب احنا الاول هنشتغل الكورساج. انا الكورساج حبايبي انا شرحه الكورساج، انت هتعملي الكورساج العادي خالص اللي هو المسطح، لان ديت سن جرسونية بيبقى فيه تقسيمات عندها، في بروزات، في الكلام ده كله، فانت اعملي البطرون المسطح العادي. طيب احنا هنعمل البطرون المسطح العادي ازاي؟ الاول هنشتغل في الكورساج، هناخد المقاسات اللي معانا لسن 16 سنة، اللي عندها بنت سنها 16 سنة نفس المقاسات دي، هتاخدي طول الظهر بتاعها 40 سنتي، احنا بنشتغل على الظهر للامام والخلف، خلاص؟ واللي احنا بنعمله في الامام بتعمليه في الخلف. هترسمي عادي خالص كده اهو، هتاخدي عرض الرقبة 6 سنتي، وده انا شرحاه، ارجعوا للفيديوهات، هحط لكم فيديوهات على صندوق الوصف عشان خاطر تساعدكم يعني، خلاص؟ احنا بس مش عايزين الا غير عرض الرقبة. طيب احنا هنا عرض الكتف بتاعنا 13، خلاص؟ انزلي بالخط بتاع البط، الخط البط بتاعها هنخليه 18 او 19، يعني احنا لو جينا قسمناه، وده انا شرحاه في الفيديوهات السابقة عشان بس ما نطولش الفيديو، خلاص؟ احنا هو دوت هيبقى 19 سنتي، خلاص؟ هتيجي تنزلي ميل كده 3.5، 3.5 ميل، خلاص؟ وهتروحي عاملة، خلاص؟ انت هتيجي بقى هناخد الصدر، ربع الصدر عندنا، احنا الصدر عندنا 84، 84 ضيفي عليهم 6 سنتي للكشكشة، يبقى اذا الصدر 84 هنضيف عليهم 6 سنتي باقيهم كام؟ 90. هتاخدي ربع ال 90 يعني 22.5 اهي كده، هناخد الربع 22.5، خلاص؟ هتيجي هنا هننصب بس كده، ادخلي 1 سنتي بس عشان نبقى خلاص احنا نصفنا. هتيجي بقى الوسط بتاع بتاعها كام؟ 66، ضيفي عليه 6 سنتي، يبقى هنقول 66 هنضيف عليهم 6 سنتي باقيهم 72 على 4، فهالواحد
7 يبقى اتبقى 3، 32 على 4 فيها 8 يعني 18، يبقى هناخد كده 18 سنتش. وطبعا مش هناخد بقى اي تقسيمات ولا اي حاجة، خلاص. هتيجي بقى نرسم السفرة بتاعتنا، انت هتاخديها نبص كده نشوف السفرة بتقول لنا ايه، تقري الموديل كده. طيب احنا من فوق حردة الجيرو بالتلاتة سنتي، تروحي مرتفعة كده 3 سنتي فوق حردة الجيرو اهي، ادينا عملنا السفرة فوق حردة الجيرو، خلاص. اعملي السفرة حوالي 6-7 سنتي او 5 سنتي مش مشكلة، خديها 5 سنتي، ادي دي السفرة اهي، نكتب عليها السفرة وده اللي يتقص، خلاص. ممكن تعملي بقى تاخدي بالمرة تحددي الطول بتاع الحمالات، ادي الجزء ده طبعا احنا هنقصه بتضعفيه عشان خلفه وامام زي بعض، يعني بتروحي واخده المسافه دي هي المسافه الخلفيه اهي عشان تعملي الحمالات بتاعتك، خلاص. هتيجي بعد كده في هنا عندنا ايه تاني، القصه بقى. القصه بتقول لنا ايه، هي نازله من تحت خط الباط بحوالي 3 سنتي، يبقى هتاخديها كده. بصي بقى انا عامله ايه، هاخدها كده هوسع 5 سنتي 4 سنتي تحت خط الباط اهي، وهتروحي خارجه ب 3 سنتي عشان تعملي مرد وزراير في الجنب عشان يبقى سهل اللبس بتاع السلوبت. ادي عملنا اهو ده مرد اهو، نكتب كده 3 سنتي مرد، ده بتاع الزرار اهو عشان تبقي عارفه، خلاص. احنا كده خلصنا الجزء الفوقاني، نركنه شويه وهنشوف هنعمل ايه. هنيجي بقى نعمل الجزء بتاع البنطلون. البنطلون يعتبر ده جيب بنطلون. طيب الجيب البنطلون ده بتاع الاطفال بيتعمل ازاي، هي مش اطفال هي كبيره. هنقول ادي الطول بتاعنا، المقاسات بتاعته متر 100 سنتي يعني، ادي عشان حبيبتي اللي عندها اللي طلبته عندها بنوته 16 سنه، ده متر خلاص 60 سنتي. وخدي ربع محيط اكبر، احنا بنرسم بطرون جيبة عادي جدا عشان نبتدي نشتغل، لانه اسمه جيب بنطلون، فعشان ندخل عليه التعديلات بتاعتنا. ادي ربع محيط اكبر، هي عندها محيط اكبر هنا كام، 90، اذا ربع محيط اكبر 22.5، 22.5 ده ربع محيط اكبر، خلاص. وبتنزلي عادي بالجيبه بتاعتك كده، ادي كده خلاص نزلنا بالجيبه بتاعتنا، تعملي جيبه عاديه خالص. انت بقى هنا هتاخدي مقاس الوسط، احنا قلنا مقاس الوسط احنا قلنا 72، اذا 18 سنتي الوسط هنا 18 سنتي، خدتي هنا 18 سنتي تاخدي هنا 18 سنتي اللي هو ربع الوسط، خلاص. وبتنزلي كده 16 سنتي اللي هو طول الجنب 16 سنتي، خلاص. هترتفعي كده نص سنتي اهو، وتروحي واخده عشان احنا قلنا الوسط بتاعنا مش مستقيم، تروحي عاملاه كده خلاص. ادي عملنا الجيب بنطلون الجيبه بتاعتنا. طيب نبتدي بقى نشتغل في طول الحجر، احنا عايزين طول الحجر بناخده ازاي، بناخد ربع محيط اكبر زائد 1، احنا عندنا محيط اكبر 22.5 زائد 1 يبقى 23.5، يبقى اذا هننزل بطول الحجر ده اسمه طول الحجر، خلاص. وتروحي واخده
الخط بتاعك كده اللي هو الربع محيط اكبر. طيب احنا عايزين بقى نخرج بخط الحجر اللي هو دوت. هتيجي حضرتك تقسمي محيط اكبر كله على 8. اذا هنقسم عندنا محيط اكبر 90، هتقسميه على 8 هيديكي 11 وربع. يبقى حضرتك اخرجي 11 سنتي وربع. هتقولي 11 سنتي دي لا، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر، المقاس اللي معايا مقاسات كبيره، يعني طفل هي تعتبر في اول مقاس في الحريمي، خلاص فما تتخضيش ان 11 وربع ده كتير، لا خلاص. هتيجي بعد كده، وعلى فكره هي قوانين الجيب بنطلون، بتخرجي بالحرده بتاعت محيط الحجر، بتاخدي محيط اكبر بتقسميه على 8، يعني بتاخدي الطبن بتاعهم، واخده بالك؟ ده قانون. وهنروح نازلين كده، اذا دي 11 وربع خلاص. احنا بقى مش هنعمل فيه اي حاجة الا اذا هتعملي له اسورة 5 سنتي، اهي هتعملي كده اسورة 5 سنتي. الاسورة ديت دوران محيط القصبة بتاعت الرجل من تحت، يعني دي بتاخديها دوران محيط قدم الرجل من القصبة، من نهاية قصبة الرجل، من نهاية قصبة الرجل. يعني شوفي انا بحددها لك ازاي، اللي هي دي اهي، عشان بس تبقي فاهمة احنا بنقول ايه. بصي اللي هي دي، تاخدي الدوران واخده بالك، تريحي شوية، تجي في عليه 2-3 سنتي على اساس يبقى مرتاح في الرجل بتاع البنت. ممكن تعمليه بعروة وزرار، تركبي فيه زرار حتى يبقى سهل اللبس معاها، خلاص. هتيجي بعد كده، احنا كده خلصنا، هنيجي بقى هتنصفي. بصي هتخرجي كده 2.5، نصفي بقى المسافة دي كده، خديها بصي تنصيف كده بدوران كده اهي، بصي تاخديها، بصي ظبطي ايدك في الدوران، ادي يطلع معاكي بالشكل ده. طيب انا هعمل لكم بتاع الخلف كمان، عشان خاطر يعني انت بتاع الخلف، عشان بس ما ناخدش وقت كبير. بتاع الخلف بتعملي نفس اللي احنا الخطوات دي، الا اذا بتيجي بدال التمن، بتاخدي التمن بالظبط، لا بتضيفي عليهم للخلف بقى، هنقول للخلف زائد 1 سنتي، يعني بتاخدي التمن زائد 1 سنتي، يعني 11 وربع، هتخليهم 12 وربع خلاص. ونفس الخطوات هي ما فيهاش اي حاجه. طيب هتيجي بقى، وبتيجي بقى تعملي ايه؟ هقولك اوريكي برضو بتجمعي ازاي، عشان لغايه الان حبايبي بيغلطوا، بتجمع البنطلون من الحجر الاول، وبعد كده بتجمع الرجل الداخليه وتجمع الجناب مع بعض. لا انت هقولك تعملي ايه، نخلص بس الجزئيه دي. وهنا يا حبايبي بدل ما بتطلعي 2.5 بتطلعي 3.5، عشان تعملي التدويرة. يعني بصي معلش هنا نرجع تاني، الخلف بقى بدل 2.5 لا اطلعي 3.5، هنا 3.5، وتروحي عايدة اهي. بصي هيبقى بالشكل ده، الخلف هيطلع لك بالطريقة دي، خلاص فهمتي؟ وهنقص بقى
بنطلون سهل جدا جدا، ما فيهوش اي صعوبه، بس اعرفي حبايبي الخطوات بتاعته صح، ما تشتغليش عشوائي، انت بتخسري وقت وفلوس وقماش بيتهدر منك. مشيتي بالخطوات ديت هتعملي كل حاجه مظبوطه ان شاء الله. ادي ادي رسمنا ده بتاع الامام. بصي الامام بيبقى كده في الجهتين بتاعت الرجل، والخلف برضه بتيجي تجمعي الامام، بتجمعيهم مع بعض كده، بتخيطي من هنا الاول، هتمشي بالمكنه كده، ومن هنا خلاص الرجل التانية اللي هو الاتجاه الاخر بتجمعيها برضه، وبتيجي بعد كده تروحي مجمعه الرجل شمال ويمين من عند الحردة بتاعة البنطلون. يعني حضرتك بتروحي ممكناهم كده الخلف والأمام. خلاص أنا حبيت بس أوضح لك الجزئية دي عشان حبايبي اللي بيقولوا إحنا بنجمع الحردة الأول وبعد كده بنجمع الرجل الداخلية والخارجية. لا يا حبيبتي، أنت جمعي كل رجل منفصلة وبعد كده تعملي الخلف والأمام مع بعض بالطريقة دي. يعني أنت هنا، انت هنا بتحطي الرجل بتاعه الخلف مش بتاعه الامام، بس انا عشان خاطر اوريكي تعملي ايه. يعني انت بتعملي اتنين زي دول اللي هو الخلف بنفس الخطوات اللي قلت لك عليها خلاص، وبتحطي بتاعه الخلف تحت هنا وبتروحي ممكناهم، والجزء الثاني وبتروحي مجمعه الرجلين. ماشي، بالتاني بتجمعي رجل الامام مع رجل الخلف. يعني انت عامله دول بتوع الامام بتعملي زيهم للخلف مع اختلاف الاضافات اللي احنا حطيناها، وبتجمعي كل جزء لوحده وبعد كده بتجمعيهم من الحرده بتاعه الحجر. طيب احنا كده هنيجي بقى، طبعا احنا عندنا هنا الحجر مدور بالطريقه دي اهو، احنا هنا كان المفروض ايه نعمل نفس المقاس ده مش اشكال. بصي انت هتعيدي تاني الجزء بتاع الكورساش كده عشان التدويره دي، بصي اهي عشان تمشي مع التدويره بتاعه الوسط، ونروح قصينه. هتقصي بقى التدويره بعد التعديل اللي انت عدلتيه، وهنا المرد اهو، طبعا جهه فيها الزراير وجهه فيها العراوي، احنا شغالين على ربع يعني بتاع نص الامام. هتروحي هنعمل كده، وريكي بس شكل الباترون بعد ما هيتقص شكله عامل ازاي. ادي السفره بتاعتنا اهي، هنقص بقى السفره، ادي السفرة، ادي البنطلون من تحت بالجماعة، معلش ده طلعت اكبر من دي، طبعا انا شغالة بدون يعني حسابات كده على الله يعني، فبيبقى بالطريقة دي. في بقى الجزء بتاع الحمالات اهو عشان خاطر ما تغلبيش نفسك، احنا واخدينه برضو من على الباترون، وبتبقي طبعا بتعملي الخلف والامام اهو، بيبقى بالشكل ده واضح. طب نعكسهم كده يبقى واضحين اكتر اهو، وبتعملي طبعا الكشكشه اللي هنا اهي، تعمليها وتركبي السفره بتاعتك، وادي الحمالات بتاعتنا اهي، وهنا برضو بتعملي كشكشه وبتعملي اسوره زي ما قلت لك، دوران الرجل من تحت كده نهاية القصبة، بتاخديها 5 سنتي تعملي فيها عراوي وزرار يبقى سهل اللبس. وده كان السلوبيت المطلوب. اي تعليقات اي استفسارات اكتبولي، وان شاء الله نفذ لكم كل طلباتكم. تنسوناش في اللايكات عشان الفيديو يرتفع يا حبايبي، عشان المشاهدات تكتر، لان القناة كده يعني ممكن ما اعرفش اشتغل فيها تاني، يعني فضلا وليس امرا طبعا ارفعوا لنا الفيديو. القاكم على خير، سلام عليكم.